السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم البنات في قناة أنوثتي. اليوم إن شاء الله عندنا ماسك روعة ليلي تعملوه كل ليلة وراح تشوفوا نتائج رهيبة. إذا كنتم أول مرة تشوفوا قناتي اضغطونا على زر الاشتراك، فعلوا جرس، ويلا بينا نبدو. أول حاجة كما تعرفوا الماسكات الليلية كلها غالية ومعظمها فيها الكورتيزون. يقولك مثلا هذا الماسك ليلي يرطب يبيض وفيه بضعة مشاكل، يعني كي تحبسيه راح ترجع البشرة تاعك مثلها يعني متبهدلة. إذا من الأحسن أنكم تستعملوا الطبيعي، وحابة نبشركم يا البنات صدقوني اللي ماسك اللي نحط لكم فيها بعد فترة تشوفوا تطور رهيب في البشرة. أنا اليوم ما حطيتش أصلا فوندوتان، يعني رائعة. حطيت ماسك الشوفان البارح صباح صبحت بشرتي هايلة هايلة جدا، لذلك أعملوا روتين لي الماسكات. كل ليلة اعملوا ماسك، كل ليلة تهلاو في البشرة تاعكم وان شاء الله حتشوفوا النتائج في خلال اسبوع. اكثر شيء يعني اللي عنده مشاكل في البشرة راح يكون يعني شهر تظهر النتائج كاملة. الناس اللي عندها كلف راني محضر لكم مفاجأة ان شاء الله، راح نعمل لكم وصفات خصيصة للكلف ونفهمكم بالذات باه تعرفوا هل اللي في وجه كلف او تصبغات او حساسية، لان حجيب لكم كلام من عند هذه الطبيبة وان شاء الله يعني تستفيدوا. اذا نروحوا للماسك تاعنا اليوم، ماسك سهل جدا. اوكي، انا دائما يعني نطيب الرز في الدار للعشاء، اذا نطيبه بلا ملح اليما. سو عندي هنا ماء الارز، شوفوا كفاه ثقيل رائع جدا، هذا راهو من اسرار الكوريات. اذا حبوبات واش راح نستعملوا؟ ايضا حاوليكم العسل، كل مره نستعمل منه لي ماسك. حتى اذا ما لقيتوش العسل هذا ديروا عسل هذاك تاع الشفاء الصغار اللي تباع رخيص ومليح بزاف. اذا راح نحتاجوا الى ماء الارز، تغلوا الارز حتى يثقل وتتحصلوا على الماء. كذلك راح نحتاجوا الى الحليب، اي نوع حليب عندك، اما حليب بودرة تحلي في الماء ولا حليب سائل متوفر. يلا بينا نبدو الماسك. الماسك هذا راح يوحد لك اللون. راح نحتاجوا فقط ملعقه، عفوا لاني نصور بيد ويد، لا راح نزيد شويه لانه راح نعمل حتى على يدي. هذا الماسك رائع جدا، يبيض ويوحد ويشد البشره. البنات اللي عندهم مشاكل في اليدين يعني وكذا يقدروا يستعملوه، راح يفيدهم حتى اليدين. اذا كان عندك مشاكل في الركبتين في الساقين تقدروا تعملوه قبل الدوش. وراح نحتاجوا ايضا ملعقه تاع حليب، اذا ملعقه تاع الحليب وملعقه تاع مغلي الارز. هذه الخلطه تبيض وتوحد وكذلك تشد البشرة، راح تشوفوا شدين في البشرة من أول استعمال. والآن المكون الرائع اللي يرطب البشرة الجافة ويوحد اللون تاعها وكذلك يقضي على التجاعيد المبكرة ويعمل كمضاد حيوي للحبوب اللي في الوجه، العسل الحر. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا هذاك تاع الشفاء رخيص، ولكن من الأحسن حاولوا تشتروا شوية عسل يكون حتى تاع الأجانب، هذاك اللي يبيعوا فيه بمية ألف، يعني علبة راح تكفيك عام كامل. اذا حتخلطوه وتحطوه على وجهكم هذا الماسك، تمدوه على كامل الوجه على اليدين، حركوا مليح العسل حتى يذوب، حطوه على اليدين، حطوه على الوجه، حطوه على اي مكان عندكم فيه تصبغات، اسوداد، ترهلات، ان شاء الله حيفيدكم بزاف. وخلوه ينشف ثم اغسلوه بماء دافئ ثم ماء بارد وقوموا برش ماء الورد. الان راح نعطيكم واحد لاستيس او واحد النصيحه، البنات اللي عندها اسمرار كي تخرج الشمس ضيفوا عليه ملعقه تاع فرينه او طحين ابيض، نحاوليكم، وعملوه مره الى مرتين في الاسبوع كي تضيفوا الطحين. ولكن هذا راح تستعملوه كل ليله، وشفتوا هذه الكميه راح تحفظوا بها في الثلاجه لمده 3 أو 4 أيام فقط، وتقدروا تعملوه طبعا بكميه يوميه. اذا كل ما تجيبوا يعني هذا الماء خلطوه في نفس اليوم، ما تخلطوش وتخبوه، لا، ماء الارز فقط يخلط، عفوا يطهى وتخلوه. البنات اللي بشرتهم حساسه، بشرتهم جافه، بشرتهم دهنيه، عندهم حبوب، ان شاء الله هذا الماسك ما ياثرش خلاه، بالعكس يعالج ويريقل. فقط التزموا بروتين للبشره تاعكم باه تتحسن، تتغلق المسامات، هذا ثاني راهو مليح للبشره. كذلك حطيت لكم وصفه اغلاق المسامات، جربوها، نخليها لكم في صندوق الوصف. وكذلك نخلي لكم وصفه التبييض الفوري بالخميره، وما كاش منها الخميره دير الدود عمرها ما تدير، تقدروا تسالوا في المواقع الطبيه. وكان هذا هو فيديو اليوم، ما تنسوش البنات تحطوا لايك ليصل الفيديو للجميع، وتهلاو في رواحكم، والسلام عليكم.